ولك البيت كيف كان هالموجود. شوفوا كيف صار. تذكروا هون 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 ما كان فينا نفوت، ما كان فينا كان كله على الأرض. عطهم وحيد لحالي اللي هن 8 9 اشهر عطوا لحالي انا. الحمد لله الله بعت لنا عالم اوادم وعملوا لي بيتي. قبل كنت اشتغل وروح واجي، هلا ما عدنا هلا بلا شغل. بعدني لهلا عايش بجيب اكل من الكنيسه. خسرنا شغلنا انا وامي وبي، نحن كنا ثلاثه نشتغل، ثلاثه نحط ايدينا بايدين بعضنا. انا بضل قاعد هون كل الوقت، ما بطلع لبرا، كل وقت قاعد مع سنتي ومع سمكتي، بضل عليهم يعني 24 بضل قاعد عليهم. انا عن جد هدول بيريحوا لي نفسيتي. صار الانفجار، اصوات اهلي بعضهم دنيا يعني. هلا ما بنسى، انا ما شاء صدقيني عن جد ما عم بمزح، هلا ما بنسى بي وقع على الباب وسامع صوت اختي من بعيد عم تصرخ، وانا ورايح ركض من هون يعني. بي قال لي اتركني روح شوف اهلك امك واختك وين، بلاقي لفتت شعر امي بالمعلقه باللوحه الحديد، انا امي طراسه واختي يعني ما كانت تسكت من قد ما انصدمت صرت تصرخ وانا كلني دم وما بعرف.